هذه هي بوابة جامع المرجان في مدينة بغداد، وهو مسجد محكم البناء وفسيح الأرجاء، وكانت فيه مدرسة تسمى المدرسة المرجانية، بني عام 1356 للميلاد. وعلى الرغم من قدمه وقيمته التراثية والتاريخية، إلا أنه الآن صرح مهدد بالزوال والانهيار بعد أن غمرت أرضيته بالمياه الآسنة ومياه الأمطار، خصوصا أن هذا الصرح أصبح مكبا للنفايات. ويبقى السؤال الأهم، لماذا تتعمد الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 إهمال عدد من المناطق والأضرحة التاريخية في العراق؟